بعض الناس الآن يعتقد أن الصلاة ما تصح إلا بسجادة. يعتقدون هكذا أن الصلاة ما تصح إلا بسجادة حتى وصل الحال ببعض الناس إلى تقديس السجاد عندهم يعني شعور أن هذه مقدسة وهذا كلام غير صحيح. السجادة اللي تصلي عليها يجوز تنظف فيها الزجاج والحرمة تأخذها إذا انتهت صلاحيتها تنظف فيها المطبخ ما فيها مشكلة خلاص هذه خرقة وانتهت وبلت مثلاً. بليت هذه الخرقة وتنظف فيها. فما في عندنا قدسية للسجادة السجادة فقط يضعها الإنسان حتى يقي ما تحت الأرض إذا كان يشك في الأرض مثلا